السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نستكمل الجزء الثاني من محاضرة الجاسترو انتستينال سيستم الجي آي. طبعا في السابق تكلمنا عن وظيفة الجاسترو انتستينال وتكلمنا عن بعض الكونسبت مفاهيم اللي احنا لازم نكون عارفينها زي النوزل زي الفوميتنج وزي الدياريا وزي الكونفكشن، وتكلمنا عن أحد الديزيز، بلشنا بأحد الديزيز اللي له علاقة بالريفلكس. اليوم إن شاء الله هنستكمل مع another disease لها علاقة بالجي آي. هنبلش الآن مع أول واحد أو رقم اثنين من ضمن الأمراض المتعلقة بالديزيز الجي آي اللي هو البيبتيك ألسر أو اللي إحنا بنسميه القرحة المعدة. قرحة المعدة أو البيبتيك ألسر زي ما أنتم شايفين في الصورة هنا، هي موجودة. طلعوا كيف هي عاملة ثقب أو عاملة تجويف داخل جدار المعدة من اهتراء وذوبان للخلايا اللي موجودة، أدت إلى إيش؟ وجود هذه القرحة. هنا أعطينا تعريف إن هي عبارة عن region of mucosal layer anywhere in GI tract، يعني هي عبارة عن تآكل بالطبقة المنخاطية اللي موجودة في الجي آي في أي مكان في الجي آي، سواء كان في المعدة في الدودنم حسب وين موقعها. يعني هنا كمان طلعوا هنا في الدودنم في الأذن العشر برضو في ألسر، يعني هنا في الاستومك فيه وفي هنا في ألسر، وفي في أعلى المعدة هنا برضو في هنا ألسر. فالألسر ممكن يكون موجود في أي مكان في اللي هو الجي آي. أيضا هذا بيرجع عملية التآكل ريفيرنج لهذا التآكل الموجود في الستومك او ديدنم انه ممكن يكون عندنا ألسر ان ستومك، يعني هي بقول الجاستريك ألسر ريفير اونلي ان ألسر ان ذا ستومك، يعني بس موجود في اللي هو المعدة، اي هذه هي الستومك بيكون موجود فيها هذا الألسر. طب ايش السبب اللي بيؤدي ان يصير عندنا تآكل او عندنا مشكلة في هذا الميوكس اللي بيؤدي الى حدوث هذه الألسر؟ فعندنا هنا بقولنا انه ديكريز الميوكس بروتكشن، تقليل او سبب بيؤدى الى انه يكون عندنا انخفاض في نسبه الميوكس، انه هذا بيرجع الى انه يكون في عندنا ديكريز للبلد فلو، يعني بتكون في نسبه الدم المتدفقه الى الجت بتكون قليله، وهذه كان نتيجه وجود شوك. اذا في المريض تعرض لصدمه معينه هذا يؤدي الى انجري، ممكن يحدث الى جروح او death of mucus producing cells، يعني ممكن يسبب لنا قتل للخلايا المفرزه لهذا الميوكس في حاله انخفاض نسبه البلد فلو في المنطقه معينه، وهنا بنسميه ischemic ulcer. ischemic ulcer انه بصير في دمج للخلايا الموجوده مما يؤدي الى انها يصير لها death او injury وبسبب لنا اللي هو الألسر. طبعا الألسر that develop after severe burn is called curling ulcer، يعني ده هذا الألسر او هذه التقرحات دائما بتتطور بعد ما حدوث حروق شديدة بتكون في المنطقة اللي هي المعدة اللي احنا بنسميه curling ulcer. ايش الاسباب اللي بتؤدي لحدوث البيبتيك ألسر؟ اول اشي اول واحدة اللي هي بسموها هليكوبتر بيلري اللي هو البكتيريا الهليكوبتر، هذه نوع من انواع البكتيريا، ها بتؤدي الى يصير عندنا انفلاميشن في انفكشن اند انفلاميشن في الاستومك. ايضا استخدام المتكرر او كميات كبيرة جدا من الاسبرين او بتروفين او اللي احنا بنسميه الايبوفين، هذا ايضا بسبب بيبتيك ألسر. يعني كل الانتي انفلاماتوري دراجز هي ريسكي انها تسبب عندنا بيبتيك ألسر، وخصوصا ريسكي للسيدات بالذات اللي اعمارهم فوق الستين عام. ايضا من الاسباب اللي بتؤدي الى حدوث البيبتيك ألسر اللي هو سموكينج، التدخين، اللي درينك تو ماتش كحول، شرب المواد او السوائل او المشروبات الكحوليه. ايضا راديشن ثيرابي اللي بتعرضوا للعلاج الاشعاعي،
والستومك كانسر برضو من الأسباب اللي بتؤدي إلى وجود عنا البيبتيك ألسر. إيش هي الكلينيكال مانيفستيشن اللي ممكن إحنا نعرفها أو نتعرف إنه هذا الشخص عنده بيبتيك ألسر؟ أول إشي بصير عندهم إبيجاستريك بين is most common symptom of the gastric and duodenum ulcer. يعني أول حاجة بصير عندهم ألم في المعدة بشعر فيها، هذا بتؤدي إلى إنه إحنا عندنا مشكلة أو افتقار رحم. طبعاً الكاركتر تبعتها إنه بيكون زي جنونج أو بيت، يعني زي كأن في إشي بمقصه أو بشدك أو بضغط عليه، أو أحياناً بحس زي burning sensation أو بيكون عنده شعور بالحرقان الداخلي وخصوصاً بعد الأكل. كلاسيكلي إنه shortly after meal with gastric ulcer and 2 to 3 hours after meal with the duodenum ulcer. يعني بصير بحس بهذا المغص أو بهذا الألم الشديد أو الحرقان مباشرة بعد الأكل، بقول هذا دلالة على إنه الألسر موجودة وين؟ في الستومك. لكن لو صار الألم أو المغص أو الحرقان هذا بعد ساعتين إلى 3 ساعات من تناول الوجبة، هذا بدل على إنه الألسر موجودة عندنا في إيش؟ في الديدنم، في اللي هو العجل. طبعاً الفود أو أي أنتس ريليف ذا بين أوف ديدنال ألسر بات بريفيود مينيمال ريليف أوف جاستريك ألسر بين. أحياناً بحكي إنه تناول الطعام بيقلل أو المضادات الحيوية اللي هي مضادات الأسد، هذه ممكن إنها تقلل من الألم الموجود في الديدنم، ولكنها بتقللوش يعني بنفس نسبة عند الستومك. الستومك يعني بإشي بسيط، يعني هو بعد ما يعني أثناء الأكل أو بعد الأكل مباشرة بصير الألم، فهو بالعكس بخففش عنه، وكل ما بياكل كل ما بصير ألم أكثر. لكن في الديدنم لا، الأكل ممكن يخفف شوية من الألم اللي قد يحدث. أيضا من المانيفستيشن اللي هنتعرض لها أو هيتعرض لها للشخص اللي عنده بيبتيك ألسر بصير عندهم إيش؟ ديسبيزيا. ديسبيزيا طبعا هي عسر الهضم، طبعا including إيش؟ اللي هي البلكينج أور ديستنشن أند فاتي فود انتورانس. يعني بصير عندهم هضم، في الإضافة إنه بصير عندهم نوع من التشجع والانتفاخ، وكمان بيكونوا كثير إذا بياكلوا أي إشي فيه فات طعام مدهن أو فيه دهون بيكون هذا إشي مزعج لهم جدا. بصير عندهم هارت بيرن هو شعور بالحرقان، بصير عندهم شست ديسكمفورت عندهم ألم في الشست، بصير عندهم هيماتيسيس. هيماتيسيس اللي هي vomiting with blood اللي هو نفق يكون في قيء في الدم، or ملينا. الملينا اللي هو stool with blood اللي يكون براز يكون في دم. طبعا هنا rarely نادرا ما يكون في عنا bleeding اللي هو بيكون bleeding النزيف بسموه rice fly bleeding ulcer كان بريزنت از ملينا، يعني من الدلاله على انه عندنا نزيف سريع وكثير في منطقه الالسر هذه بوجود اللي هي الملينا. الملينا قلنا وجود البلد داخل بلد ميكسينج مع الستول. طبعا هذه احد علاماتها انه بتلاحظ انه المريض عنده انيميا، يعني المريض بعد فتره بصير انيميا لانه بفقد سوائل بفقد دم كثير خلال الستول، وطبعا المريض بيصير نوعا ما عنده فتيك وبكون تعبان وبيصير عنده دائما ديسبنيا صعوبه في التنفس. ايضا maybe present sudden onset of symptom maybe indicate perforation، يعني ممكن كمان هذه مؤشر ان في ممكن يكون عندنا ثقب، يعني هذه الالسر تحولت الى ثقب في الاورجن، يعني عملت ثقب في المعده او ثقب في الديدنم، وهذا طبعا مؤشر خطير جدا. بالإضافة إلى إنه إحنا في الـ NSAID اللي هو Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs، هذه المضادات أو هذه العلاجات ممكن إن هي تؤدي إلى قرحة في المعدة especially في الـ Elderly People في الناس الكبار في السن. كمان أظهرت دراسات إنه من 20 إلى 25 patient من اللي بيظهر عليهم علامات
البيبتيك ألسر أساسا بيكونوا مصابين أو عندهم بيبتيك ألسر أوريدي، إذا بيظهر عليهم أي أعراض للألسريشن فهذول كلهم يعني مؤكد إنه بيكون عندهم فعلا بيبتيك ألسر. طب إيش الآلية اللي إحنا ممكن نشخص فيها؟ زي ما حكيت سابقا ممكن نستخدم الإندوسكوب اللي هو المنظار، هذا المنظار إحنا ممكن ندخل منه نعرف هل الديدنم هو في ألسر ولا السمع في ألسر، وممكن ناخذ عينة من التشو المتهالك أو اللي فيه مشكلة هذه ونفحص ونعرف إيش السبب اللي أدى إلى وجود هذه الألسر. كمان عندنا نظام ثاني تس آخر اللي هو البرينيوم سويلينج عن طريق الصبغة البرينيوم نشربها إياه، أو الستاندينج إكس راي كمان هذه من الأشياء اللي أنا بستخدمها في عملية التشخيص. من الكومبليكيشن المضاعفات اللي ممكن تصير إنه زي ما حكينا ممكن يصير في بيرفوريشن في الجت، إنه بصير ثقب في القناة الهضمية، ممكن يصير عندنا obstruction of GI most often at bolus يعني ممكن يصير عندنا انسداد في البوابة بتاعت المعدة، كمان بصير عندنا هومرج اللي هومرج ممكن يظهر عندنا بشكل هيماتيسيس مع الفوميتينج أو ملينا مع اللي هو الستول، ممكن المريض يدخل في شوك. وإذا كان هذا البليدنج الموجود سلولي بيكون بطيء جدا، ولكن مع الوقت هذا ممكن يؤدي إنه المريض يدخل في نوع من أنواع الأنيميا بسموها هايبوكروميك أنيميا، وهذا بيتطور مع الوقت بيصير إشي مزمن، فدائما لازم ننتبه لهاي الملحوظة ودائما نتابع نسبة الهيموجلوبين للمريض كل فترة فترة عشان نتأكد إنه في نزيف ولا في شيء. طبعا التريتمنت أول حاجة بدي أنا أعالج البكتيريا الموجودة هذه، إن أنا بدي أعطي علاج ل الهليكوبتر بولر انفكشن إذا كانت موجودة، بعدين لازم أبعد عن كل الأكل اللي بيؤدي إلى إن يعمل ستيميليشن لل HCI سكريشن، بالإضافة إني أبتعد عن الكحول وعن المشروبات اللي فيها كافيين وعن النون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز، هذه ضروري جدا أبتعد عنها لأن هي بتعمل بتأثر على الميوكس الموجود عندنا في الاستومك وبسبب لنا ألسريشن. كمان لازم نوقف السموكينج لأن التباكو بيعمل إريتيت للجات وممكن يعمل ديلي للهيلينج بأخر عملية العلاج. في الحالات هذه كمان إحنا بنعمل بسكرايب نوصف الأنتي هيستامينيك منشان نهدي من إفراز الأسيد تاع المعدة، وبالإضافة بنعمل ريليف لكل السبتومز اللي هي علامات الألسر الموجودة. كمان لازم نوقف او نحاول نعالج اللي هو الستريس الضغط النفسي او المريض الشخص اللي دائما الستريس ممكن يصير عنده ألسر، فلازم نعطيهم سيدتيف مهدئات اللي بتخفف من السايكو بروبلم عندهم او المشكلة النفسية اللي عندهم اللي بتؤدي الى انه يصير ممكن بيبتيك ألسر عندهم نتيجة الستريس الموجود. نحكي الآن عن another disease هو mal absorption أو mal absorption اللي هو ضعف أو سوء الامتصاص. هنا كاتب في أول عبارة إنه هي عبارة عن failure في small intestine، يعني المشكلة هنا عندنا وين هتكون عملية الامتصاص أو المشكلة في عملية الامتصاص الموجودة في small intestine. هاي بصير عملية إنه بصيرش عندنا أبزار للفود اللي مطلوب أو اللي الجسم محتاجه خلال عملية اللي هو هضم الإفراج، فموصل للإنتستين بصير المشكلة عندنا وبصيرش عملية امتصاص ونسميه عاد هنا إيش اللي هو مال أبسوربشن، هذا المصطلح اللي بنطبق عليه. طيب ليه هنا ايش الاشياء او الانابيليتي تو اوبزرف، ايش الاشياء اللي احنا او هاي السمول انتستين ما تقدر انها تمتصها او بصير عندها مشكله فيها؟ بقول لك ممكن ان يكون وان تايب اوف اميونو اسيد فات شوجر اور فيتامين، يعني ممكن نوع من انواع الاحماض الامينيه او الدهون او السكريات او فيتامين، او ممكن انه كل الاحماض الامينيه لا يمكن امتصاصها وبرضو الدهون والسكريات، أو كل الأنواع الدهون والفيتامين لا يمكن امتصاصها. عملية سوء الامتصاص هذه
ممكن يصير في segment of small intestine can also acquire with other small intestine segment begin separately. يعني ممكن انها تحدث في segment معين في الانتستين، مش ضروري ان يكون كل segments الموجودة في الانتستين ممكن يصير فيها هذه المشكلة او يصير فيها سوء الامتصاص. ايش المانفستيشن اللي بتقولنا ان في عندنا مشكلة في عملية الامتصاص او سوء الامتصاص؟ اول اشي بصير عندنا حاجة اسمها abdominal discomfort، بيكون عندنا مشكلة في الابدومينال، وخصوصا اذا كان في بصير عندنا زي جاز او ووتينج اللي هو فيه بصير عندنا غازات وانتفاخ. فريكوانت دياريا، بصير عندنا دياريا متكررة. باد سميل اند لوس ستول، بيكون في رائحة سيئة في الستول. ايضا الستول ار لايت ان كلر اور بلكي، يعني بيكون لونه فاتح او بيكون في تضخم في الستول. ويت لوس، بصير فقدان عندنا في الوزن، بالاضافه بصير عندنا سكالي سكين راش، بصير زي طفح جلدي متقشر نتيجه عدم امتصاص للاميون اسيد او للفيتامينات، وهذه بتاثر على السكين. طبعا الان بصير عندنا بايل سولت ديفيشنسي، بيكون عندنا نقص في الاملاح الماده الصفراويه، هاي بريزلت يعني او الاسباب اللي بتؤدي حدوثها او ان الديفيشنسي هذا بصير، هذا بترتب عليه بعض الامور بتاثر على الصحه. يعني عمليه الامتصاص للفات، عدم قدره الانتستين او بيصير بعملية الامتصاص لبعض المواد الدهنية والفيتامينات، هذا بيؤدي إلى مشاكل. من هذه المشاكل إنه مثلا بصير عندنا مشكلة في فيتامين A deficiency، يصير عندنا نقص في فيتامين A deficiency اللي بيؤدي بدوره إلى يصير عندنا night blindness اللي هو العمى الليلي. أيضا يؤدي عدم الامتصاص أو سوء الامتصاص إلى حدوث نقص في فيتامين د. طبعا فيتامين د بتشتغل كتير على البون على العظم، فبالطريقة هذه بيصير عندنا مشاكل في البون، مما يؤدي انه المريض او الشخص بصير عنده ريسكي انه يتعرض للكسور، بصير عنده ريسكي انه يتعرض للفراكشر. ايضا فيتامين كي ديفيشنسي، هذا ايضا بيأثر على عملية التخثر اللي بيصير في الدم، بصير عندنا برولونج للثرومبين تايم، هذا بيؤدي الى انه يصير عندنا مشكلة في عملية الكوكوكيليشن اللي هي عملية تخثر الدم. أيضا إنه بسبب هذا المال عملية اللي هي المال absorption، أيضا بتأدي إنه يصير عندنا نوع من الهومرج اللي بيظهر على السكن زي سبوتس زي نقاط. هذه النقاط بتصير إنه بدل على إنه عندنا في بايل سولت ديفيشنسي، وهي كمان مشكلة كبيرة جدا تظهر وتكون علامة انه لازم يكون في حراك وتريتمنت سريع. ايضا نقص فيتامين اي ديفيشنسي بيأثر بشكل رهيب يا جماعة على الاميون، بيأثر على عملية المناعة، فبصير عندنا مشكلة في الاميونيتي لدى هذا الشخص اللي عنده مشكلة في الفيتامين اي او بصير عنده ديفيشنسي في فيتامين اي، فلابد انه يكون في تدخل لمعالجة هذا. طيب ايش الآلية اللي احنا من خلالها بنشخص؟ ايش الدياجنوستيك تول؟ الدياجنوستيك تول انه نحن اذا لاحظنا في عملية الستول اناليسيس انه في عندنا اوفر 7 جرام اوف فات، لقينا اكثر من 7 جرامات من الفات موجودة بير ديلي ها في الستول، هذا بدل على انه هذا عندهم تيبيكال، بسموه تيبيكال امريكان دايت، لانه الامريكان بيعتمد كثير على الفاتي فود، فهذا بدل على انه في عندنا ايش مشكله في الماء عمليه الامتصاص. هذا اول تيست بنعمله ونتاكد. كمان وجود نقص في الوزن وعدم قدره الجسم على الحصول على ويت، هذا معناه انه في مشكله، خصوصا في عند اليانج شيلدرن، هذول بالذات
اذا لاحظنا انه ما فيش وزن عندهم بيزيدوا وانه في لوس دائما، هذا مؤشر، هذا انديكيت واضح دائما انه عندنا مال ابسوربشن بروبلم. تمام، ايش الكومبليكيشن اللي ممكن تحدث من وراء هذه المشكله؟ انه احنا دائما بسبب فقداننا للفيتامينات والاملاح المعدنيه والاشياء المهمه دائما احنا معرضين يكون عندنا انفكشن، معرضين للعدوى، بالاضافه نقص الفيتامينات ومنها الفيتامين دي بيأثر على البون وبصير عندنا دائما كسور في العظم. ايضا بصير عندنا مشكله في عمليه الجروث والويت جين للاطفال، يعني بصيرش عندنا نمو واكتساب وزن للاطفال، وهذا طبعا خطير جدا. من اهم الامور اللي انا لازم اتبعها في عمليه التريتمنت، اول حاجه بدي اعمل ايدنتيفيكيشن، لازم بدي اعرف ايش السبب لحدوث هذه عدم قدره الجسم على الامتصاص اللي هو المال ابسوربشن. هذا ضروري جدا اعرف السبب، بالاضافه انه انا لازم اعزز هذا الشخص بنعطي له فود سورس او سبلمنت اللي هم مكملات غذائيه اللي بيساعدوا في عملية تعويض ما فقدوا من فيتامينات ومن أملاح معدنية اللي بيحتاجها الجسم. طبعا أنا هنتكلم عن جزء آخر اللي هي الأبنتسايتس أو التهاب في الزائدة الدودية، inflammation في الزائدة الدودية. طبعا maybe acquire، ممكن هذا تحدث لعدة أسباب، ممكن يكون في شيء سبب no previous reasons، يعني مش واضح، يعني unknown. ممكن يكون after obstruction of appendix with stool، إذا صار في انسداد للأبندكس اللي هي الزايدة الدودية بالستول، أو إنه ممكن يكون في poor blood supply، يكون في مشكلة إنه الدم مش واصل إلى الأورجن، ممكن يصير في twisted اللي هو التواء فيها، وبالطريقة هذه بيصير بور بلاد سبلاي إلها وممكن نسوي عندنا مشاكل. طبعا الانفلاميشن ريزلت ايش؟ سويلينج، بيصير زي انتفاخ، هذا الالتهاب ممكن يؤدي يصير عندنا تندر ابندكس، بالإضافة إلى إنه ممكن مع الوقت لو صار في بور بلاد سبلاي يصير عندنا جانجينز، يصير غرغرينا في الابندكس، بالإضافة إلى إنه ممكن يؤدي بعد فترة إذا بتمش العلاج خلال 36 إلى 48 ممكن يسبب مشاكل، منها زي يصير الانفجار، ممكن يصير الانفجار للابندكس وتعطينا تؤدي إلى وجود بروتونايتس، يعني تعمل التهاب في الغشاء البروتوني، فلازم نحن بسرعة نعالجها قبل مرور 36 أو 48 بعد ظهور الأعراض. طب إيش هن الأعراض أو الأشياء اللي أنا ممكن أعرف من خلال إن هذا الشخص عنده inflammation في الأبنتس؟ أول إشي بيكون عندهم بين around البيلي بوتون أو اللي هو بسموها الأمبليكوس اللي هو حوالين الصدر، برضو بيكون عندهم lower right side abdominal pain، بيكون في عندهم ألم في الجانب الأيمن من الأبدومن، بيكون عندهم لص أبطايت، بصير عندهم نوزيا، بصير عندهم فوميتينج، ممكن يصير عندهم دياريا، ممكن يصير عندهم برضو كونستيبيشن للساك، ممكن يكون عندهم inability to pass gas، بقدرش يخرجوا غازات، وبكون برضو في إيش عندنا الأبدومن ما لها في انتفاخات في المعدة الأبدومن. ايضا من رغم انه يكون في انفلاميشن لكن درجه الحراره بتكون منخفضه لو جريد فيفر، وهذا الشيء يميز علامات الابنديسايتس، بالاضافه لانه ممكن انه يرتاح بالعلامات انه هذا الالم ممكن يخف مجرد انه يصير في ايش باسنج ستول، يعني هو في سنس تو ميد فيل بيتر افتر باس سينجستول، يعني هو بيشعر بالراحة بعد ما يخرج ستول، بتحس إن الألم إيش خف لأنه فيش برشر موجود يؤدي إلى البين. من الأشياء اللي أنا ممكن أشخص من خلالها، أول حاجة لازم أتأكد إنه أنا ما عنديش إنفكشن، من خلال أعمل بلاد تيست أتأكد إنه فيش عندي إنفكشن، من خلال قراءتي للوايت بلاد سيلز كريات الدم البيضاء
تأكد إنه ما فيش بريجنانسي، كمان لازم أتأكد إنه ما فيش، لأنه أحيانا في أعراض للأوفري، إذا كان في مشكلة في الأوفري أو في التبويض أو في بريجنانسي بتعطي نفس العلامات الأبندسايتس، فلازم أنتبه. كمان لازم أعمل يورين تيست، أعمل أنا تحليل للبول، لأنه أحيانا إذا كان في عندي إنفلاميشن في المجرى البولي أو في البلدر انفكشن عندنا، هذا بيعطي نفس علامات الابندكسايتس، ولازم بدي اني اتاكد انه المريض ما عندوش يو تي اي. كمان لازم اعمل التراساوند عشان اتاكد واطلع على الابندكس نفسها، هل فيها اي انتفاخات او فيها اي مشكله من خلال الالتراساوند. واذا ما كانش واضح وفي كونفيوز عندنا في القراءه من الالتراساوند، بعمل سي تي عشان اتاكد انه فعلا في او فيش انفلاميشن في الابندكس. من الكومبليكيشن اللي ممكن يصير اللي هي البروتوني، الجاء البروتوني في جزء، او يصير عندنا ايش ابسس فراج او دمامل، وهذه مشكله كبيره لازم ننتبه لها كويس. طبعا العلاج الوحيد في هذه الحاله انه انا اعمل ايش اللي هو ابندكتومي او نظر بين نظر كولد، بيسموها ابندكتومي، يعني نعملها استئصال الى هذا العلاج المناسب واللي افضل في التخلص من اي كومبليكيشن او مضاعفات للابندكس. تمام، الان هنحكي عن انذر ديزيز اللي هو الالسرتيف كولايتس. الالسرتيف كولايتس زي ما انتم شايفين هنا في الصوره، عندنا هاي الصوره موجود ايش، لاحظوا كيف اللون والسبوتس البيضة هذه، هنا بدل على انه عندنا في انفلاميشن او بسموه انفلاماتوري ديزيز. بحدث وين؟ بحدث في الريكتم، بحدث فين؟ في الكولون. هذول بيؤدوا ان يصير عندنا هومرج او ممكن يصير عندنا ابسس فورميشن. طبعا هاي الالتهاب او هذا الديزيز بيحدث على عده مراحل، وكل مرحله بيزيد طبعا الوضع سوءا. ففي مرحلة اللي بصير فيها بلادي دياريا ميكس وذ ميوكس، هذا بكون كاركترز اوف ايتش ستيج، يعني بكل مرحلة بكون عندنا بلادي دياريا بالاضافة الى اللي هو الدياريا مخلوطة بالميوكس، يعني دم وميوكس، دم ومخاط. طب الان ايش الكلينيكال مانيفستيشن الها؟ اول شغلة بيحكي انه بصير عندنا ابدومينال فين، بعدين بصير عندنا انكريز في الابدومينال ساوند، بصير اصوات هيك في الابدومين، بعدين بصير عندنا بلادي ستول، لان احنا قلنا اساسا بصير في عندنا انفلاميشن، معنا في تجريح وفي ممكن نزيف داخلي او هومرج داخلي، بصير عندهم دياريا، وبصير عندهم فيفر، وبصير عندهم ريكتال بين، الم في الريكتال، بالاضافه اذا بصير عندهم ويت لوس. طبعا كل هذا بيؤدي على عملية الامتصاص للمواد، فبصير عندهم مال نيتريشن، يعني بصير عنده برضه سوء في التغذية. طب ايش الآلية اللي انا بدي اشخص من خلالها؟ احسن طريقة ان انا اشخص من خلالها واخذ عينة واعرف ايش المشكلة اللي ادت الى وجود هذا الألسر، اني اعمل له سكوب، اعمل له منظار اللي هو سيجمويد سكوبي، يعني اعمل له منظار. هذا المنظار انا بقدر اعرف وين الهيموريج ميوكس with ulcerative، نعرف وين هذا الهومرج موجود، وممكن ان اخذ عينه زي ما قلنا سابقا انه من خلال المنظار انا ممكن اخذ عينه افحص واتعرف ايش المشكله او البكتيريا المسببه او الاورج الشيء اللي ادى لوجود هذا الالسر. طبعا بعمل دائما بلاد اناليسز، البلاد اناليسز بيساعدني بعرف هل في انيميا ولا لا. كمان بدور على اللو سيرم بوتاسيوم، هل في عندي مشكلة في البوتاسيوم، لأنه لو بوتاسيوم بدل على إنه فعلا في مشكلة وفيش امتصاص جيد للبوتاسيوم. من المضاعفات، المضاعفات قد تحدث انتستينال أو اكسترا انتستينال. في حالة الانتستينال داخل الأمعاء بصير عندنا باول بيرفيوجن، بصير عندنا مشكلة في البول في ثقب، بصير عندنا فيشرز اللي هو تشققات، ممكن يصير عندنا توكسيك سموم داخل الكولون، ممكن يصير عندنا كولون كانسر، يصير عندنا قولون سرطان القولون، هذا كله بيصير في الانتستين من الداخل. لما نتكلم عن الاكسترا انتستين كومبليكيشن، هذه بالمضاعفات
اول حاجه بصير عندنا ديلي للجروث انشلين، بصير بطء في عمليه النمو عند الاطفال. كمان بصير عندنا مشاكل في العينين، بصير عندنا اي ديزيز، منها اللي هو الاوفيتايتس. الاوفيتايتس اللي هي بصير عندنا انفلاميشن في الاوفيا. كمان بصير عندنا مشاكل في القرنيه، مشاكل عندنا في بصير عندنا دراينس للعين، بالاضافه لانه بصير عندنا ارثرايتس اللي هو التهاب المفاصل، وهذا دائما وهذا موست كومن في الاكسترا انتستن، دائما بصير في الاكسترا انتستن. بالاضافه ان بصير شي مشاكل عندنا في السكن من ضمنها زي الاريثميا او اللي هي البوسرايسيس اللي احنا حكيناها الصدفيه شرحناها سابقا، بالاضافه انه بصير عندنا ماوث السر، دائما بصير عندنا تقرحات في الماوث باستمرار. التريتمنت نحن بناخذ حاجه انتي انفلاماتوري دراجز نعالج الانفلاميشن الموجود، كمان ناخذ نيوتريشنال سبلمنت مكملات غذائيه عشان نعالج مشكله سوء التغذيه اللي بيصير، بالاضافه اني انا بحاول اكون عندي بلك فري دايت تو ديكريز ستول فريكوانسي، دائما ببعث عن الاكل اللي فيه بلكينج هيك جسم او جامد اللي بيخلي الواحد دائما يروح على الحمام بشكل مستمر، بدي احاول اخففه. طبعا لازم اعمل سايكولوجيكال سبورت لانه العامل النفسي مهم جدا، بتخفف من الستريس وبتساعد على عمليه التقدم في العلاج. احيانا بتضطر ان احنا نعمل سيرجيكال سكشن اوف باول ما بي نيسيسري، في بعض الاحيان بنضطر ان احنا استئصال او نعمل شغله جراحيه في البول من شان نخفف او نتخلص من جزء معين من هذا الانفلاميشن الموجود في الانتستين. نكتفي لهذا القدر من الامراض المتعلقه بالجي اي في محاضره اليوم، ان شاء الله في اللقاء القادم ننهي الامراض المتعلقه بالجهاز الهضمي باذن الله تعالى. استفسارات او اي اسئله بهذا الخصوص بامكانكم تسجلوها وتحضروها في لقاء الزوم ان شاء الله للتوضيح لمن يحب ان يستوضح عن بعض الأمور. يعطيكم ألف عافية.